طبعا كلنا بنتأذى من الذبح في الشوارع، سواء من مخلفات الأضاحي أو من الدماء اللي بتبقى موجودة في الشارع. عشان كده بنشوف استعدادات كبيرة جدا بيتم العمل عليها في المجازر بمختلف محافظات الجمهورية عشان تختفي هذه الظاهرة تماما بقى، صورة الذبح في الشوارع، ويتم الحفاظ على البيئة وعلى المظاهر الجمالية كمان للشوارع. هيتم كمان فتح 491 مجزر لذبح الأضاحي في المحافظات، وكمان تدشين 27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات، وده هيكون خلال أيام عيد الأضحى. خلونا نعرف أكتر تفاصيل. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور طارق عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيب. أهلا بيك يا فندم. يعني لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل الاستعدادات اللي هيتم اتخاذها بالمجازر لاستقبال الأضاحي بمختلف المحافظات وفق خطة رفع الطوارئ. طبعا خطة رفع الطوارئ دي من وزارة الزراعة، هي المشرفة على كل المجازر. هي المجازر تابعة للوحدات المحلية، واحنا المشرفين بنسميين على الوزارة، من الوزارة على المجازر. عندنا 491 مجزر حيوانات على مستوى الجمهورية كلهم. المجازر مفتوحة بالمجان للأضاحي في طول فترة العيد، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. طيب ساعات العمل بقى؟ مفتوحة ساعات العمل، مفتوحة يعني كان زمان عشان ما كانش فيه إضاءة، بقول لك من أول ضوء لحد آخر ضوء. دلوقتي الحمد لله ربنا يمصل الإضاءة، كل المجازر مستعدة من زمان، من كام أيوه سنة. يعني أنتوا شغالين 24 ساعة؟ 24 ساعة. يعني أي حد عايز يضحي في أي وقت. في أي وقت، ما الذبح بالليل مشروع، ما فيش. أنا فاهم، فاهم، لكن أقصد إن أنتم موجودين يعني. المكتب موجودة. طب يعني لو اتكلمنا على هل هيبقى كل المجازر مفتوحة أمام المواطنين في العيد؟ يعني المعايير كمان والآليات اللي هيتم اتخاذها في التركيز عليها في المجازر المخصصة لاستقبال الأضاحي في العيد هتبقى إيه يا فندم؟ يعني لو في معايير تكلمنا عنها أكتر. هو كل المجازر الحكوميه بس هي المفتوحه طبعا، لما الخاص ده مجزر خاص، اقول له واحد بتاعه ازاي يعني؟ يعني ده مجزر حكومي هو المخصص للذبح الاضاحي. لما واحد عنده مجزر اقول له افتحه ازاي للناس اضاحي. مفهوم. طيب في رسوم؟ لا ده ما فيش اي رسوم خالص. خالص. ما دي المجازر الحكوميه، لو خاصه لا. انا فاهم، انا دلوقتي بتكلم عن المجازر الحكوميه، مفيش اي رسوم بتدفع. اي حد عايز يضحي بياخد الاضحيه بتاعته هناك وبتتذبح، ويتفق مع الجزار ويشوف الجزار اللي يذبحها له فين، ويعني احنا بنوفر له المجزر بالميه بتاعته، تمام، بالصرف كله، والدكتور بيكشف له على الذبيحه قبل الذبح وبعد الذبح. عندكم جزارين طيب ولا هو بيجيب الجزار معاه؟ لا، ما الجزار ده المجزر، المجازر فيها جزارين، بس الجزارين دي خاصه. انما احنا كحكومه بنوفر له الدكتور اللي بتشوف له على الذبيحه قبل الذبح وبعد الذبح عشان يطمن. عشان يطمن، وفي نفس الوقت الميه مجاني، والمجزر نفسه ارضيه مجاني، وكل حاجه مجاني. اما الجزار ده بيبقى خاص. تمام يعني تمام. هو بقى بيذبح، يجيب ذبيحته ويجي يتفضل في اي مكان يذبح. تمام. طب انتوا بتكشفوا على الذبيحه، يعني كلمنا عن الجوده كمان اللي بتركزوا عليها في المجازر، لو اتكلمنا عن صلاحيات الاضحيه مثلا، الذبح، الجوده، تفاصيل تانية احكي لنا عنها. هو احنا بنكشف على الذبيحه قبل ما تتذبح، قبل ما تخش. لازم تكون الذبيحه قرنها ودانها سليمه، قرنها سليم، ما فيش عينها سليمه، ما فيش في اي فرزات في العين، اي فرزات في الفم. بنفتح الفم عشان نشوف سن الذبيحه، لان الذبيحه الشرعيه بالنسبه للضاني 6 شهور، بالنسبه للرماعي سنه، الابل سنتين، البقر والاغنام سنتين، والابل 5 سنين. ده السن الشرعي المفروض ده الذبيحه. الذبيحه لازم تكون ما فيش في اي جرح في الجلد خالص. الصوف بيبقى فايبل كده، الحيوان ما بقاش ضل ولا حاجه. افرازات في الليه، لازم ترفع الليه وتشوف الافرازات اللي في سطح الشرج، ما فيش فيه انسان، ما فيش فيه الحاجات دي كلها. هي دي الحاجات اللي ما فيش عرق في الرجل، لا قدام ولا بتاع ولا اي حاجه. فدي كل حاجات صحيه، الدكتور بيلاقيها في المناسبه بيروح مدخلها تتذبح. بعد الذبح بيكشف عليها بقى على الغدد الليمفاويه كلها بتتدفن من جوه، ويشوف لو في اي حاجه في القلب، اي حاجه في الكبد، الحاجات دي كلها بيعدمها او بيعديها. كل في قوانين عندنا في الذبح، الكشف على الذبيحه يعني.
ان هي تكون في الاول بتطابق شروط الاضحيه، ده قبل الذبح، وبعد الذبح عشان هو يطمن انه اللحمه الكبده اي طبعًا حاجه طبعًا بياخدها تكون سليمه ما فيهاش اي مشاكل، مش ممكن ان هي تسبب له امراض وكده. طيب في البدايه كنت بتكلم في امراض يا فندم بتبات بعد الذبح، لكن قبل الذبح ما فيش. تمام. طيب دكتور، كنت في الاول بتكلم عن الذبح في الشوارع، والظاهره دي يمكن الحمد لله قلت كتير بعد التوسع في المجازر الاليه، وقد ايه الموضوع كان بيبقى صعب في الشوارع نتيجه الدم اللي موجود في الشارع وانتشار الذباب والمخلفات اللي موجوده، مخلفات الذبح اللي موجوده. اعتقد بوجود المجازر حلينا الموضوع ده، لانه الموضوع ده دلوقتي بقى فيه عقوبات بتواجه المواطنين لو حد بيذبح في الشوارع. هو في لجان بتعدي من الطب البصري ومن البيئه ومن الحي عشان يعملوا الناس المخالفه اللي بتذبح في الشارع دي، في الشارع دي بتبقى مخالفه للبيئه اولا، ثانيا مخالفه للطب البيطري، اللي انت ما انتش عارف الذبيحه بتاعتك فيها ايه. مظبوط. يعني انت ما انتش عارف اللحمه بتاكلها ديت هل فيها امراض، فيها حاجه، فكده انت كده مخالف. يعني اولا البيئه نفسها اللي بتعمل تلوث في البيئه دي اولا، ثانيا الامراض اللي موجوده ديت ممكن يكون فيها سل، يكون فيها صفره، يكون فيها اي حاجه، مش هيعرف الحاجات مش هيعرفها. وفي نفس الوقت الذبيحه، جوده الذبيحه نفسها واللحمه والحاجات دي كلها، الدكتور بيقول دي كويسه، يعني دي بترجع لنوع اللحوم نفسها اللي موجوده. لكن حضرتك بتنصح الناس ان هم يتوجهوا للمجازر عشان يطمنوا على الاضاحي ويضمنوا كمان جوده اللحوم. وهو كمان الدكتور بيشوف له السن بتاعه مظبوط، ويشوف اللحمه دي لو هي الحيوان نفسه فريش كده فايبل ولا نشط ولا خامل ولا دي كلها الدكتور بيحددها له يعني. تمام، كل الشكر لحضرتك دكتور طارق عبد المنعم مدير عام الاداره العامه للمجازر، شكرا جزيلا يا فندم.